النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير خلال زيارته لهيئة الزراعة حصر القسائم الزراعية الشاغرة التي سيتم سحبها من المخالفين لشروط وضوابط هيئة الزراعة في الفترة المقبلة، وذلك تمهيدا لإعادة تخصيصها واستغلالها. العمير أضاف أنه تم الاطلاع لشرح مفصل عن النشاط الحالي للهيئة وأهم المعوقات التي تواجه عملها والحلول المقترحة لتدليلها.